مستمرين معكم مشاهدينا الكرام وجولتنا الميدانيه راح نتكلم فيها عن استعدادات مختلف جهات الدوله الحكوميه للحاله المطريه المتوقعه في البلاد. الاداره العامه للارصاد الجويه حذرت في تنويه جوي ان من المتوقع ان تتاثر البلاد بامطار رعديه على بعض المناطق مصحوبه بنشاط في الرياح تصل سرعتها الى اكثر من 60 كيلومتر في الساعه، تقل معها اكيد الرؤيه الافقيه وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحريه لاكثر من 6 قدم. خلونا نتكلم أكثر عن استعدادات وزارة الداخلية لهذه الحالة المطرية. ينضم إلينا من غرفة عمليات وزارة الداخلية زميلنا نجيب القحطاني، وأيضا من غرفة عمليات وزارة الأشغال زميلنا فهد التركي، وينضم إلينا من قوة الإطفاء العام زميلنا يوسف صفر مراسلي تلفزيون دولة الكويت. الصباح عليكم بالخير جميعا. نجيب، بداية سيكون الحديث معك ونتكلم عن استعدادات غرفة عمليات وهل هناك من تدابير تم اتخاذها، تفضل نجيب. شكرا، صبح عليك بالخير زميلتي مها وصبح على زميلي نجيب وكل من يشاهدنا عبر شاشات تلفزيون دولة الكويت وبرنامج العالم هذا الصباح. مثل ما تفضلت يا زميلتي مها، احنا موجودين الان في غرفة التحكم التابعة للإدارة العامة للمرور، والله يعطيهم العافية على هذه الجاهزية. لكن راح نتحدث أكثر وأكثر ونطمئن المواطنين والمقيمين ومرتدي الطريق أن الأمور ما شاء الله تسير من أفضل ما يمكن. لكن في البداية نرحب في الرائد المهندس علي القطان، ضابط في إدارة التحكم في غرفة العمليات في الإدارة العامة للمرور. الرائد المهندس علي يعطيك العافية، صبحك الله بالخير. هذه الجاهزية اللي احنا نشوفها ما شاء الله في غرفة التحكم حتى نطمئن المواطن عن الحالة الجوية، تواصلكم مع الإدارات التي ترصد الحركة المرورية في الطرقات. صبح عليك أخوي نجيب وعلى السادة المشاهدين. ولله الحمد شهدنا أمطار الخير من صباح الباكر على دولة الكويت. ولله الحمد عندنا في إدارة التحكم المركزي التابع للإدارة العامة للمرور أكثر من 260 كاميرا متوزعة على جميع طرقات دولة الكويت الدائرية والرئيسية والفرعية. ولله الحمد من الصباح الباكر شاهدنا طبعا انسيابية في حركة الطرق، طبعا ما في كثافة كبيرة، طبعا بعض المواقع فيها كثافة، لكن لله الحمد الحركة على أفضل ما يكون والحركة انسيابية. نعم، حتى نطمن أكثر وأكثر المراد المهندس علي المواطنين مرتدي الطريق، إذا في تجمعات مثلا مائية أو بعض الأمور في بعض المواقع، حتى شو الإجراء اللي يتخذونه أو شو الأمور، وكذلك لا نلحق الإشاعات التي مثلا نشوفها في بعض الفيديوهات القديمة. طبعا لا الحمد لحد الآن ما في أي تجمعات مياه على جميع الطرقات، لكن ننصح المواطنين في الساعات القادمة حسب طبعا الإدارة الأرصاد أن الأمطار مستمرة لغاية منتصف الليل. إذا شاهدوا أي تجمعات مياه طبعا إبلاغ العمليات المركزية رقم 112 وعدم الاقتراب من هذه التجمعات المياه. كذلك بخصوص المصادر، أخذ المصادر من مصادر رسمية من وزارة الإعلام، إدارة الأرصاد الجوية، كذلك من وزارة الداخلية. قبل أن نختم هذا اللقاء كنصيحة لمرتادي الطريق. صحيح، طبعا بخصوص نصيحتي للمرتادين الطريق، طبعا الالتزام بقواعد والقوانين المرور، كطبعا عدم السرعة، أنت عارف الطريق زلق ممكن يكون حوادث تكثر الحوادث، كذلك طبعا ارتداء حزام الأمام، عدم استخدام الهاتف النقال، كذلك طبعا بخصوص جميع القواعد القوانين المرور. نعم نعم، في نهاية هذا اللقاء نشكر المهندس الرائد علي القطان من إدارة التحكم في غرفة العمليات في الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، ونشكر كذلك الجهود اللي موجودة في هذا الموقع. كذلك رسالة شكر إلى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري بتسهيل مهمة وأسرة برنامج العالم هذا الصباح في هذا الموقع. كذلك العميد نواف الحيان بتجهيز أسرة هذا البرنامج، يكون موجود معكم بهذه التغطية الحية المباشرة، ونتحدث عنكم عبر الأحوال الجوية في دولة الكويت. راح